حضرتك عارف في يعني تعتبر تجربة شخصية، يعني كان بشوف ناس أجانب كتير جدا وهم ماشيين أصلا من مصر بياخدوا معاهم الأدوية المصري وهم راجعين بلدهم. أجانب مظبوط، وفي الخليج العرب والناس المصريين شغالين في الخليج بيبعتوا ويجيبوا، لأن احنا أولا ضامنين كفاءة، ثانيا هي أرخص بكتير جدا، مصر من أرخص دول العالم في الدواء. فهو النهاردة لما يجي ياخد علبة تمنها مثلا 50 جنيه، هو بره في بلده أقل علبة هتبقى ب5 6 دولار يعني، وبالتالي هو ضامن الكفاءة وبالتكلفة الأقل. مظبوط. فاحنا الأدوية بتطلع من عندنا، والناس بتيجي، والناس بتيجي من الخليج مخصوص وتيجي تاخد كل احتياجاتها من الدواء عشان التكلفة الأقل، لأننا ضامنة نفس الجودة يعني.